هبدأ الشابي، هبدأ معاكي. إصابة في بداية الموسم وإصابة رخمة وطويلة، الأمور أخبارها إيه دلوقتي؟ يعني انا نزلت في اخر السيزون خالص، انا تقريبا نزلت يعني نزلت تقريبا، كان بدايتي ان انا ابتدي انزل كان في وقت السيمي فاينل. كان وقت صعب قوي ان انا ارجع اشارك مع الفرقه بشكل على طول، يعني حتى في التمرين وكده كان طبعا لازم الناس اللي هتلعب هي الاحق ان هي تتمرن اكتر والتركيز يبقى عليها اكتر، فده كان اصعب حاجه. دايما حتى لما كنت بتصاب قبل كده كنت بقدر انزل بدري شويه، فكنت بتمرن مع الفرقه، كنت يعني بشارك معاهم اكتر، فكنت بقدر ان انا العب في الاخر. بس الفتره دي الاصابه كانت فعلا صعبه، قعدت كتير قوي باهل منها وسافرت فرنسا وكده، فكان الموضوع صعب يعني. بس ان شاء الله ابتدي بقى السيزون الجاي اجهز ليه يعني ان شاء الله. يعني انت كده تمام، الامور بقت كويسه، هتبتدي مع الفريق من اول فتره القادمه؟ اه ان شاء الله ابتدي معاهم كلها بقى. طيب الحمد لله.